سلام الله عليكم أحباءنا في قناة المشاهد. خلف نشر بعض مقتضيات مشروع القانون المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح المصادق عليه من طرف الحكومة في المجلس الحكومي المنعقد يوم 19 مارس 2020 عاصفة من الانتقادات والأسئلة، صبت كلها في اتجاه أن المشروع المذكور يروم تكميم أفواه المغاربة. ويتضمن نص مشروع قانون رقم 2220 بنودا يرى منتقد المشروع أنها تضرب في الصميم مبدأ حرية التعبير الذي يكفله دستور المملكة، فيما ذهب معلقون آخرون إلى القول أن الحكومة لجأت إليه لتكميم أفواه المغاربة كوسيلة للدفاع عن الشركات الكبرى بعد الآثار الكبيرة لحملة المقاطعة التي خاضها المغاربة السنة الفارطة. وتنص المادة 14 كما مواد أخرى من مشروع القانون المذكور على أن كل من قام عمدا بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات والبضائع أو الخدمات أو القيام بالتحريض علانية على ذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 5000 إلى 50000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. العقوبة نفسها ستطال أيضا بحسب ما جاء في المادة 15 من نص المشروع من قام عمدا بحمل العموم أو تحريضهم على سحب الأموال من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها، بينما يعاقب من بث محتوى إلكترونيا يتضمن خبرا زائفا من شأنه التشكيك في جودة وسلامة بعض المنتوجات والبضائع وتقديمها على أنها تشكل تهديدا وخطرا على الصحة العامة والأمن البيئي بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 2000 درهم إلى 20000 درهم. البلاغ الصادر عقب انعقاد مجلس الحكومة الأسبوعي يوم 19 مارس 2020 أشار إلى أن المجلس تدارس وصادق فعلا على مشروع القانون رقم 2220 والذي قدمه وزير العدل، لكن البلاغ استدرك بأن المصادقة تمت مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المطارة في شأنه مشروع القانون بعد دراستها من طرف اللجنة التقنية ثم اللجنة الوزارية المحدثتين لهذا الغرض. الجملة الأخيرة الواردة في بلاغ المجلس الحكومي أثارت غموضا لدى المواطنين، حيث تساءل عدد منهم كيف لحكومة أن تصادق على مشروع قانون عرض في اجتماع المجلس الحكومي ثم تحيل المشروع بعد ذلك على لجنة تقنية للنظر فيه وتطويره ثم إحالته بعد ذلك على لجنة وزارية لاعتماده رسميا من طرف الحكومة قبل إحالته على البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.